الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من يرى في المنام أن الشيطان يخنقه علام أنه يرتكب كثير من الذنوب في الحياة، والله أعلم. من رأى في المنام أن الشيطان يضربه علام أنه بعيد عن قراءة القرآن الكريم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الشيطان يجامعها في المنام علامة أنها تتبع طريق الشهوات في الحرام، والله أعلى وأعلم. رؤية الشيطان يضرب الإنسان أو يخنق الإنسان في المنام علامة أن هذا الإنسان لا يحافظ على الصلاة في أوقاتها، والله أعلم. ضرب الشيطان وخنق الإنسان في المنام علامة على إنذار يبعثه الله عز وجل لصاحب الرؤية أن يعود لله عز وجل. إذا رأت المرأة المتزوجة أن الشيطان يجامعها في المنام ويعاشرها معاشرة الأزواج علامة أن هذه المرأة تفكر في هذا الأمر كثيرا، ولكن في الحرام وليس في الحلال، والله عز وجل أعلى وأعلم. مجامعة الشيطان للإنسان في المنام وكان رجل علامة أن هذا الرجل لا يتستر من البول ويقف عاريا أمام الرجال أو الناس وهو يقضي حاجته، والله أعلم. حلم الشيطان يجامع الشخص في المنام علامة أن هذا الإنسان يجلس فترات طويلة في بيت الشيطان أو الخلاء أو الحمام، والله أعلى وأعلم. من يرى في المنام أن الشيطان كان يجامعه علامة على كشف العورات، يكشف عورته أمام الناس، أو أنه يحب أن يكشف عورات الناس أو أن يرى عورات الناس في الواقع كثيرا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده.